سي محمد عنصر الأمين العام للحركة الشعبية والأخ الفاضل المحترم، السيدة جميلة المصلي خبيرة ومستشارة في قضايا الأسرة ووزيرة سابقة، الأخت حكيم حليمة عسالي عضو المكتب السياسي ورئيسة قطب المرأة والمناصفة، السيدات والسادة ممثلي الأحزاب السياسية، السادة والسيدات أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني وعضوات وأعضاء الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان، مساء الخير. بداية أود أن أنوه وأن أشكر اللجنة التحضيرية لهذا اللقاء اللي تنعتبروه مهم جدا، وهذا تيجي لاعتبارات عدة، فنيابة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر، المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية، وكذلك نيابة عن الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان، لكم جزيل الشكر لتناول هذا الموضوع المهم جدا وما أحوجنا لمخرجاته إن شاء الله كما جاء على لسان السيد الأمين العام للحركة الشعبية قناعتها في مجموعة من القضايا وبالذات القضايا الأسرية والمجتمعية، ولكن بدون شك أن مخرجات هذا اللقاء إن شاء الله سوف تغني الورقة التحضيرية اللي تقوم بصياغتها إلى جانب مجموعة من الأساتذة الأجلاء، الأخت الدكتورة فاطمة الكحية اللي تترأس اللجنة الفرعية للأرضية السياسية، وكذلك على مستوى غرفتي مجلسي البرلمان نحن في حاجة لهذه التوصيات للعمل وفق التوجيه الملكي السامي من خلال خطاب العرش الأخير، واللي بين على أن من خلال 18 سنة من صدور المدونات الأسرة واللي حلت محل المدونات الحقوق الأحوال الشخصية، بان على أن هذا القوانين المتعلقة بالأسرة ربما في حاجة لقراءة جديدة. لماذا قراءة جديدة؟ لأن أولا هذا المدونة اللي جات في 2004 وكانت من المكتسبات الكبيرة للأسرة انطلاقا من الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وكذلك من مصلحة المرأة والزوج ومصلحة المجتمع ككل. هذا المدونة طبعا معلوم على أنها جابت واحد العدد ديال الحقوق، ولكن اليوم وصلنا للإصلاح. علاش هذا الإصلاح؟ هذا الإصلاح جاء أولا انطلاقا من الدستور ديال 2011 اللي جاب واحد المكانة وعزز الحقوق ديال المرأة في المجتمع المغربي، ويعني جاب إطار مهم هو احترام توابيت دستورية والهوية ديال المجتمع المغربي المتنوع بالمكونات ديالو والروافد كذلك. ومن خلال التجربة بان على أنه من الضروري يعني الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، تزويج القاصرات بالقوانين اللي بقت حابسة المدن الكبرى، بحيث دابا هاد القوانين تنوجدوهم في مراكش الرباط الدار البيضاء، ولكن في البوادي وفي قمم الجبال راه تقريبا لا أثر للمدونة، وكان لابد ما تم هاد القراءة. أنا اللي يعني بغيت نأكد عليه هو أن المدونة الأسرة طبعا تحتاج المراجعة والتدقيق وتنقيح
وتحتاج كذلك لمعالجة صريحة وقابلة للتطبيق. يعني مثلا الوساطة والصلح هادو خص يكونوا بواحد الشكل اكثر دقة واكثر قوة واكثر حدود، ما يكونش فقط محاولات الصلح ليس الا ومن بعد تنجبروا العدد والنسبة الطلاق موجودة وبشكل كبير. تطبيق المواثيق الدولية طبعا والقوانين الوطنية، طبعا المغرب عنده وموقع ومصادق على واحد العدد المعاهدات، لابد أن نبقى دائما، وكما هي العادة في المغرب الحمد لله نحترم هذا المواثيق إلى غير ذلك. المهم هو أننا ننتظر من المخرجات، وإن شاء الله نبقاو كبرلمانيين معكم هنا حاضرين كذلك كلجنة تحضيرية حتى ناخذوا التوصيات، واللي بدون شك كيف قلت قبل قليل غتغني العمل والأدبيات اللي الحركة الشعبية تتعمل عليها، الهوية والثقافة والتربية الأمازيغية العربية الحسانية، الحركيات والحركيين هي موجودة ومن أسس المرجعية بعد الملكية الدستورية، ولكن كذلك لابد من يعني تعيين الوثائق والأدبيات. وبدون شك إن شاء الله غادي يكون عمل جيد لكم ولكم، جزيل الشكر.